محاولة للوصول لمرمى ديخية، خطأ في مكان خطير لمصلحة الفيلانس ويستود، عند الكرة يسدد مباشرة، الله على الفيلانس، الله على ويستود، يسجل الهدف الأول، الهدف الأول للفيلانس، يتقدم مع الدقيقة 13 ويسجل الهدف الأول. دافيد مويز ليس الرجل المختار، ليس الرجل المختار في اليونايتد، لكن هنا الكرة وهنا خيار وسود في المرمى، الهدف الأول، هدف أول لأستون فيلا، وبول لامبرت يفرح بهذا الهدف بكل تأكيد، مع ربع الساعة الأولى يسجل أستون فيلا ويتقدم، يبحث عن الكرة الأرضية، خطير على المرمى، هدف التعادل، هدف التعادل، وين روني يسجل هدف التعادل، رأسية جميلة، روني بدون مراقبة يعدل الأمور ويعيد المانيو، هدف جميل وعرضية رائعة في المكان المناسب، لم يكن هناك مراقبة على روني، لاحظ لوحده حط الكرة مباشرة في المرمى وعدل النتيجة للمانيو، عدل النتيجة للمانيو، الهدف رقم 14 لروني في بطولة الدوري، وفرحة دافيد مويس، مويس ربما يريد أن ينتصر في مباراة اليوم، لا يريد التعادل حتى، لكن هدف تعادل يعيد المانيو. الدقيقة 45، المانيو مع فرصة قبل نهاية شوط المباراة الأول، روني أمام برادلي، روني يسجل الهدف الثاني، المانيو يصل للمرمى ويسجل الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب روني اللي يسجل الهدف 15 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هدف، ومن نقطة الجزاء روني لا يمكن أن يضيع مثل هذه الفرصة، يسجل على يسار برادلي جوزن، نفس الزاوية التي سجل منها الهدف الأول بالرأس، يتقدم ويسجل من نقطة الجزاء، وبالتالي اليونايتد الآن 2 أستون فيلا 1، الفريق اللي تقدم في بداية المباراة ينهي شو ما زالت عند فيلايني أمام المرمى، فرصة، متى يسجل الهدف الثالث للمانيو، متى يسجل الهدف الثالث، كرة أمام المرمى، يستطيع متى أن يسجل ويصل للمرمى ويسجل هدف ثالث، هدف ثالث في مباراة اليوم، لأن يعطي الانتصار الهدف الأول لماتا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ حضوره وانتقاله من تشيلسي للمانيو، هنا الكرة وهنا المرور والتسديد، بالتسديد، التسديدة بالقدم اليمنى مرت على يمين برادلي جوزن وبالتالي وصلت لمرمى أستون فيلا، هدفا ثالثا للمانيو، 3-1 يتقدم مانشستر وينتصر في المباراة، لن تكون يعني ربما باستثناء مباراة إيفرتون مباراة نيوكاسل، لكن أمام نوريتش أمام ساندرلاند فرق هذه كرة أمامية، محاولة خطيرة يلعب الكرة لتشيتشاريتو اللي يسجل هدف الرابع، تشيتشاريتو يحط الرابع للمانيو، وابتسامة مويت التي لم تظهر كثيرا في هذا الموسم، مويت الآن يبتسم، وهدف رابع عدنان يانوساي لعب الكرة العرضية المثالية لمصلحة تشيتشاريتو أمام المرمى، حط الكرة مباشرة، هدفا رابعا للمانيو، 4-1 في مباراة اليوم، 4 أهداف في مرمى أستون فيلا، وبالتالي انتصار